لو انت قريت في الكتاب سيدي عبد القادر احكي لنا شويه. باشا في كتابك هو كتب كيف تعرف قريه وكتاب؟ المدب واللوحه وال اللوحه والمدب ايه واقول مشي في الصباح مشي غاديكا ايوه نراجعوا الساعه ومن بعد عرضنا المدب على اللوحه فهمتي باللوحه اذا كان قرينا في حفظنا درس نمشيو نمحيوها في الـ في الـ في الـ في المحايا في المحايا ايوه نحيوها في المحايا نحيوها ونحطوا في الاخر ومن بعد خرجوا نشيحوه نشيحوه في السمش نحطوه في السمش ومن بعد ناخذ نكتبوا بال بال شو اسمه هذا بالقصبه هذيك القصبه ايوه هذيك والدوايه ايوه والحبر الحبر بتاع الحبر لا لك حال هذاك يبدا يمل عليكم يمل علينا من المدب ونكتبوا شو اسمه المدب؟ مكتب سي محمود باوينه محمود باوينا بو احمد وبو بو راجل لاسيا لاسيا بغلاب ومن بعد كان نكبر ونزيدوا في الامر نمشيو ليكول فرانكو عرب ليكول فرانكو عرب نقراو هذيك نعديو ست سنين غادي بيت اولى وبيت ثانية احنا انا نقلت من بيت من المكتب نتاع كول فرانكو عرب اللي في الكلتا قلنا المحفر وكان واحد يطلع على المحفر يقول لك زاد تقدم في الولاد ترخى فهمت ونقعدوا حتى الشهاده صارت سيرتيفيكات ديتود كانت عندها قيمه كبيره قيمه كبيره كانت قيمه كبيره وكان في الوقت اللي يجيو يستناو الاهالي ولا الاهالي يستناو اولادهم تقبلوا تلقاهم غاديك قاعدين النهار الكل يستناو وقت اللي يقبلوا يعملوا فيش تكبيره في البلاد.